بما اننا داخلين على المدارس فتعالوا نعمل كاب كيك البيتزا او البيتزا مافنز بعجينة سهلة جدا بتتحضر كده في 5 دقايق من غير عجن ولا تخمير ولا مكونات كتير، مكونات كلها في البيت وبتطلع تحفة وفعلا الولاد بيحبوها جدا. في طبق غويط شوية هنحط بيضتين كبار، لو البيض حجمه صغير يبقى 3 بيضات، عليهم معلقة كبيرة من الخل ونص كوباية من الزيت، اي زيت موجود عندكم، وكوباية من اللبن. هقلب الأول البيض مع اللبن والزيت وفكه بالشكل ده، وممكن كمان نستبدل الزيت بزبدة لو عايزين قيمتها الغذائية تبقى أعلى. بعد كده بضيف معلقتين كبار من الزبادي، لو ما عندكوش زبادي ممكن نضيف بدلهم نص كوباية لبن، يعني يبقى كوباية ونص من اللبن بدل كوباية واحدة. هنقلبهم كويس لحد ما الزبادي يختفي خالص بالشكل ده، وبكون محضرة عندي تقريبا كده كوباية كبيرة من الجبنة المبشورة. لميت بقى كل الجبن اللي موجودة عندي في الثلاجة وبشرتها بالشكل ده، أي نوع جبنة ينفع، جبنة رومي، جبنة كريمي، جبنة موتزاريلا، شيدر، شوفوا ايه أنواع الجبن اللي موجودة عندكم وضيفوها، برضه هتدي طعم حلو. هقلب الخليط ده كويس جدا، وبعدين هنضيف المواد الجافة. هنضيف 2 كوباية من الدقيق الأبيض المنخول، دقيق أبيض عادي متعدد الاستخدامات، وعليه معلقة كبيرة من النشا وكيس بيكنج باودر أو معلقة كبيرة من البيكنج باودر العلب، طبعا الدقيق عليه رشة ملح. هنقلب بقى الخليط ده كله كويس قوي مع بعض، وخليط المافن ما بيبقاش عامل زي الكيكة، بيبقى تقيل شوية، هيبقى متماسك كده عشان الجبنة ما تنزلش تحت. يعني تقدروا تظبطوا الخليط، ممكن تحتاجوا 2 معلقة من الدقيق أو حاجة لحد ما توصلوا للقوام اللي انتوا شايفينه ده. بجيب القالب او الصينيه بتاعه الكب كيك وبدهنها كويس قوي بالزيت، وبوزع الخليط بالتساوي، يعني حاول نخليه كله نفس الكميه عشان يطلع كده كله مقاس واحد. عندكم بقى الصلصه بتاعه البيتزا هندهن بيها الوش بالشكل ده، لو مش عندكم انا حطيت كاتشب، يعني مش دايما بيبقى عندي صلصه بيتزا جاهزه فبحط كاتشب وبيدي برده طعم حلو. وبنوزع بقى شوية جبنة موتزاريلا فوق الوش، أي أنواع جبنة عندكم، ممكن تحطوا في الخليط نفسه خضار، فلفل متقطع صغير، أو أي مثلا لانشون، بيبروني، أي حاجة تحطوها في قلب الخليط من جوه، وبرده تزينوا الوش بنفس الشكل. بس أنا بعملها كده تبقى بطعم الجبنة بس باين في المافن نفسه، وفوق الوش بقى بحط اللي موجود عندي في التلاجة، زيتون، فلفل ألوان، بيبروني، لانشون، وبتطلع تحفة وطعمها حلو جدا. حط عليها رشة بسيطة كده من الزعتر عشان تطلع ريحتها حلوة، وخلاص كده جاهزة معايا. وهندخلها الفرن على الرف اللي في النص، بكون مشغلة الفرن قبلها درجة حرارة متوسطة حسب الفرن عندكم، انا حطيت على درجة حرارة 200، وهتاخد تقريبا 25 ل 30 دقيقة بالكتير قوي لحد ما تاخد الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه ده. طعمها حلو جدا، بتتعمل بمنتهى السهولة، أي حد ممكن يعملها، مش محتاجة أي تكنيك ولا الموضوع صعب خالص. خلي بالكم إن الجزء اللي تحت ده مش مجرد عجينة، يعني مش عامل زي العيش أو الفينو، ده بيبقى بطعم الجبنة اللي احنا حطيناها، فلما بتطلع من الفرن كده الجبنة بتبقى سايحة، بتديها طعم حلو جدا، بتبقى عاملة زي المعجنات اللي محشية جبنة بالظبط، وعشان كده بتبقى مناسبة جدا للولاد اللي مش بيرضوا ياكلوا جبن أو حاجات مفيدة، دي حاجة فيها بيض وجبنة ولبن فبتبقى مغذية وفي نفس الوقت طعمها حلو. جربوها وإن شاء الله تعجبكم.